يسعد صباحكم ومساكم وكل أوقاتكم أحلى ناس بالعالم، جميع محبي ومتابعي عصام منير ومطبخه على قناتي على اليوتيوب مطبخ عصام منير وصفحتي على الفيسبوك والإنستغرام كمان. إذا كنتم من الأحباب الجدد اللي بيزورونا لأول مرة، أرجو أن فيديوهاتي تعجبكم وتعملوا سبسكرايب وشير وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل تنبيه جديد بأي فيديو جديد. قناتي وصفحاتي بيكبروا فيكم ومعكم، عشان هيك كتروا اللايكات والشيرات ليستفيدوا أصدقائكم كمان من الوصفات. بدي أذكركم إنه المقادير والمكونات موجودة لكل وصفة في الفيديو وبصندوق الوصف كمان. وصفتنا اليوم مميزة زي كل وصفاتنا، خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها. وصفتنا اليوم مع بعض هي وصفة كتير زاكي، من ألذ الوصفات اللي أنا بحبها. هي نوع حلو اللي هي الأبل كيك، كتير زاكي ومعمولة بطريقة غير عن كل الأبل كيك، لأنه فيها تفاح كتير، فالكعكة بتطلع كتير جوسي، فيها بتحس المي، بتحس بطعمة التفاح، مش ناشفة الكعكة فطعمتها كتير طيبة. خلينا نشوف كيف مع بعض. سهلة جدا جدا، ما بدها أي عناء. خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها. في بولة منحط السكر البني والسكر الأبيض مع الزيت ومنخلطهم بكل سهولة، لا بدنا مكنة ولا بدنا خفاءة ولا بدنا ميكسر. نخفق الزيت مع السكر الأبيض والسكر البني. طبعا الزيت والسكر مش راح يدوب السكر بالزيت، لكن نخلط عشان الكمية تنخلط كتير منيح وما يضلش فيه كبتيل من السكر. نضيف البيض هون، ببدأ عملية الخفق الحقيقي. شوف الألوان كيف بتتغير بس ضفنا البيض، صار في عنا نوع من الخليط، مش زيت وسكر مفصولين عن بعض، لا البيض جمعهم، صار في عندي نوع من الخليط اللي شوفهم أحلى بس حطينا البيض وضربناها، بدل الخليط يكبر والبيض يتكاثر ويتكاثف. شوفوا مزيج هالخليط ما أحلى. كعكتنا كتير طيبة، أنا بعزها. في هالمرحلة هاي بدنا نضيف مكونات أخرى، نستغني عن الخفاء السلك لأنه بصير الخليط تقيل، فمنستعمل المستعيد عنه بالمعلقة الخشب. هلأ هون في عندي المكونات الجافة اللي هي القرفة، في عندي الملح، في عندي الطحين، بحطهم في مصفاية شبك عشان أنخلهم كتير منيح ما يضلش في عنا أي نوع من الكبتيل، لأنه شايفين مثلا القرفة طلع فتفية قرفة، بحاول أنزل قدنا فيه لكن بالقرفة فيه شقف قرفة ما بصير نخليها، فمنتخلص منها وكل اللي نزل بيكون عندي دخل له هواء وهو باودر. هلأ نخلط الخليط كله بمعلقة خشب، فأنا بحرك الخليط، بضيف الفانيلا وبخلط كتير منيح. الفانيلا كان لازم نضيفها مع البيض لكن أنا نسيت، فبضيفها بالآخر وهيك. هلا نضيف الجوز اللي ضفناه، الزبيب اللي ضفناه، وخلطنا الخليط مع بعض، وعندي هون 4 كاسات تفاح مقشرين مقسمين شرايح وقطع زي ما انتم شايفين، بخلطهم كتير منيح. انا حطيت هلا بعد ما حطيت الطحين والنواشف، حطيت الجوز، حطيت الزبيب، وحطيت التفاح. كتير الخليط تقيل وجامد، ما تخافوا،
خلطوه كتير منيح. اصلا بطل في عنا مع كل المكونات الجوز والزبيب والتفاح بطل في عجينة كعك كتير احنا شايفينها، لكن ما تخافوه هذا كله بالخبيز ببين، التفاح بيدبل والكعكة بترفخ وبصير كعكة جيدة. هلا انا عندي هون بعمل طبطينة لصينية ألمنيوم، دائما بستعمل ألمنيوم للخبيز، ما بستعمل لا ستينلس ولا تيفال ولا شيء. الألمنيوم أحسن شيء للخبز، بيحمى بسرعة أو بيبرد بسرعة. بحط الخليط الكعكة في صينية الألمنيوم بعد ما بطنتها. الطبطين هو نتفة زبدة أو زيت مدهن فيها كل الصينية، وطحين، ونخلي الطحين يمشي على الزيت والسمنة، فبصير في عنا طبقة من الطحين فوق السمنة أو الزبدة أو الزيت. مندخل الكعك الفرن. بس تطلع من الفرن منحز طرافة عشان نشوف إذا في إشي ملزق، أكيد ما رح يكون في إشي ملزق لكن تحسبا. وهيك شوفوا كيف الكعكة بتطلع لأنه إحنا بطلنا الصينية. بدكم تحطوا ورق زبدة بيصير، لكن أنا بلاقي الطبطينة لهاي الكعكة، طبطينة الصينية بالطريقة اللي فرجيناكم إياها بهاي الكعكة كتير أطيب وكتير أنجح. هيك كعكتنا بتكون خلصت، تبرد كتير زاكية. جربوها وقولوا لي رأيكم. أنا بلاقيها من أزكى الوصفات الكعكة التفاح اللي بعرفهم، لأنه فيها جوس كتير، التفاح كتير فيها، والجوز بيعطيها قرشة، والزبيب بيعطيها حلاوة مميزة. فصحتين وعافية. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، وتضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل لأكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم فولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.